أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. عدن تايم عن أمن عدن، ضبط عصابة تبيع المواد الإغاثية المخزنة في مستودعات اللجنة العليا للإغاثة. من الموقع بوست، الشرطة الأمريكية تعتقل يمنيين اثنين بحوزتهما كمية من القات. ومن صحيفة القدس العربي، ترامب عنوان سجال لا ينتهي على تويتر. وأخيرا من البيان، امرأة تطالب بنبش قبر ابنها المتوفي منذ عام. أهلا بكم. عن قرار تعويم الريال اليمني قال موقع المصدر أونلاين نقلا عن بيان للمركزي اليمني، قرار تحرير أسعار الصرف للريال اليمني وتعويمه قائم منذ عام 1996، والإعلان عنه سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبي الآتية من الخارج. وذكر البيان الذي اطلع عليه المصدر أونلاين أن القرار يمهد الأوضاع المناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين. وأوضح أن البنك المركزي اليمني تبنى منذ العام 1996 سياسة صرف قائمة على التعويم في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي. وأضاف البيان، قرار البنك المركزي اليمني هو تصحيح لوضع قائم وليس انتقال لسياسة سعر صرف جديدة، فسياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساسا قائم على التعويم منذ عام 1996 وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة. نقل موقع عدن تايم عن قائد شرطة المعلى العقيد محمد العلواني بأن قضية بيع مواد الإغاثة التركية ما تزال قيد الإجراءات الأمنية بعد ضبط كل الأطراف الضالعة في القضية دون أن يفصح عنها. وبحسب البلاغ الصحفي لإدارة أمن عدن، فإن قوة أمنية بقيادة نائب قائد شرطة المعلى ناصر حمود تمكنت اليوم من القبض على عصابة تقوم ببيع المواد الإغاثية المخزنة في مستودعات اللجنة العليا للإغاثة في حي الدكة بمديرية المعلى. وأوضح نائب قائد شرطة المعلى الملازم أول ناصر حمود أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم موظفا في اللجنة العليا للإغاثة، وهم يقومون بتحميل كميات كبيرة من مادة الدقيق من المخازن المركزية التابعة للجنة العليا للإغاثة في حي الدكة بالمعلى على سيارة تابعة لأحد التجار المعروفين. وقال حمود إن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيقات الأولية ببيعهم كميات من الدقيق لتاجر معروف وبأسعار زهيدة، مشيرا إلى أن العصابة التي تقوم ببيع المواد الإغاثية ضبطت في حالة تلبس وجرى نقل المضبوطات والسيارة مع الأشخاص المتورطين في القضية إلى السجن لاستكمال إجراءات التحقيق. في المقالات المكرسة للشأن المحلي، كتب فيصل علي في الموقع بوست مقالا بعنوان انقلاب تتبعه انقلابات، تتبع فيه سلسلة الانقلابات التي رتبت لها الإمارات في اليمن منذ 21 سبتمبر وحتى اليوم. يقول الكاتب، مشكلة هذا البلد تكمن في موقعه الاستراتيجي، ومشكلته الأساسية تتمثل في عدم وجود دولة تديره منذ رحيل العثمانيين والإنجليز إلى اليوم. السلطات المتعاقبة في الشمال والجنوب ومنذ الوحدة لم تستطع إقامة دولة حقيقية على أرض اليمن، مما أغرى محدثي النعمة للتدخل في شؤونها منذ ستينيات القرن الماضي. يبدو أن بأس اليمنيين بينهم شديد ولا يقبلون ببعضهم، وكل همهم إرضاء الجيران عنهم، لذا يتسابقون جيلا بعد جيل في الحصول على امتيازات خاصة لأسرهم. فعندما انتهت ميزات المخلوع صالح أعاد الإمامة نكاية بالجيران وفي الحرية والشعب الحر الذي ظل يتغنى به منذ ثمانينيات القرن الماضي. وعندما صدق الشعب أنه المخاطب بالحر والحرية خرج ضد صالح، لأنه أوصل البلد إلى حافة الانهيار وأتبع الانهيار بالتدمير الذاتي لمؤسسات الدولة من الجيش إلى التعليم.
إن تخلصنا من انقلاب صنعاء، فمن يخلصنا من انقلابات عدن؟ هكذا يتساءل الناس، فالتغذية الخاطئة للفكر يفاقم المشكلات. الحقد لن يولد دولة ولا مدنية، وكارثة 86 ستتكرر لا محالة، والطغمة والزمرة والسلاطين وأولاد المرحوم وجيل تربى على الحقد سيقتل نفسه إن لم يجد من يقتله. عشرة حروب خلال 4 أشهر، مصرع 9 وإصابة 3 في حرب أراض بحجة، عنوان لموقع 26 سبتمبر، والذي أضاف في التفاصيل: لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت في مديرية كشر بمحافظة حجة. وأكدت مصادر أن اشتباكات بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين قبليين بقرية الجحامة بني مسلم بعزلة خميس اليزيدي مديرية كشر، سببه نزاع أراض ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وجرح 3 جرحى من الطرفين، حيث ارتفعت وتيرة الحروب القبلية بسبب النزاع على الأراضي في المحافظات الخاضعة للميليشيا الانقلابية، خصوصا خلال 4 الأشهر الأخيرة في ظل انفلات أمني غير مسبوق. ورصد سبتمبر نت خلال إبريل يوليو الماضي 10 حروب أراض ارتفعت بشكل تصاعدي، من حربين خلال إبريل ومايو إلى 8 حروب خلال يونيو ويوليو تركزت في محافظات إب وذمار وصنعاء وعمران. موقع الموقع بوست عنوان: الأمن الأمريكي يعتقل يمنيين 2 بحوزتهما كمية من القات. تقول التفاصيل: اعتقلت قوات الأمن الأمريكية 2 يمنيين كانوا يحملون 200 جرام من القات في جسر المياه الزرقاء في مقاطعة سانت كلير. ونقل موقع فويس نيوز عن الشرطة الأمريكية أن فريق أمن الحدود اعتقل رجلين يمنيين بحوزتهما كمية من القات في محطة خاضعة للرقابة بعد محاولتهما عبور جسر المياه الزرقاء. وبحسب الموقع الأمريكي فإن اليمنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و32 عاما قالوا للضباط أنهم كانوا مسافرين من شيكاغو بقصد البقاء داخل الولايات المتحدة، ولكن نظام تحديد المواقع نقلهم إلى الجسر. وأضاف الموقع إن اليمنيين كانا يحملان 192 جراما من القات على شكل نبات و27 جرام على شكل مسحوق داخل السيارة، إلى جانب كمية كبيرة من العملة الأمريكية. في صحيفة القدس العربي مقال للكاتب محمد جميح بعنوان: أوهام معطلة للحل في اليمن. ناقش فيه ما اعتبره الكاتب سلسلة من الأوهام تلازم مقاربات جميع الأطراف للأزمة والحرب في اليمن، ومما جاء في هذا المقال: يستمر الوهم في تعقيد الحلول عندما يقول أحدهم إن ثورة الشباب في 2011 كانت السبب فيما وصلنا إليه، فيما الواقع يقول إن هذه الأحداث انتهت باتفاق سلام سياسي جنب اليمن حينها الانزلاق للحرب الأهلية، وأنها غير مسؤولة عن الدمار الحالي، ولكن المسؤول عن هذا الدمار هو انقلاب الجرعة في 2014 الذي تنكر لمخرجات الحوار الوطني التي جاءت بها ثورة الشباب. الواقع يقول إن ثورة 2011 لم تكن المسؤولة عن مآلات الأحداث، ولكن المسؤولية كاملة تقع على عاتق الثورة المضادة التي فجرت العنف المسلح لاستعادة سلطتها ليس في اليمن ولكن في أغلب بلدان الربيع العربي. دخول الحوثيين صنعاء وهو الذي فجر الحرب كان مبنيا على وهم كبير لدى الحوثي وحليفه صالح، كما هو لدى بعض الأطراف الإقليمية آنذاك، حيث تم التسويق لضرب جماعة الإخوان المسلمين في صنعاء ثم العودة إلى صعدة وفق عملية مدروسة سوق لها كثير من القيادات الحزبية والسياسية، ولقيت قبولا إقليميا وبعض الرضا الدولي على اعتبار أن الإخوان المسلمين طرف مشاغب يجب تقليم أظافره. واليوم لا يزال الوهم هو المسيطر، وهم علي عبد الله صالح بأنه يمكنه أن يستفيد من الحوثي في ضرب خصومه واستعادة سلطته أو جزء منها، وهم عبد الملك الحوثي بأنه سيستمر في الكذب على الناس بتصنيف العالم إلى شيطان وأمريكا وإسرائيل وآل سعود من جهة والله والنبي والآل وإيران من جهة أخرى، بالإضافة إلى أوهامه في حق الإلهي
في ميراث اليمن، ومن الأوهام وهم الشرعية باستمرار شرعيتها رغم هذا الأداء الذي جعل الكثير من اللاعبين الدوليين يتحدثون عن أطراف الصراع في إشارة إلى النظر للشرعية على أنها مجرد طرف في الحرب بعد أن اقتربت أو بعض سياساتها من سلوك الانقلابيين في الداخل. فهناك من الأوهام المعطلة وهم إقليمي بإمكانية لعب أدوار لن يرضاها اليمنيون على أرضهم مهما كانت طبيعة التحالفات والتحالفات المضادة حاليا في البلاد. وهنا فإن على أصحاب هذا الوهم أن يدرسوا جيدا تاريخ اليمن حتى يتسلط الضوء المطلوب على مصفوفة الأوهام التي ستكون الصحوة منها قاسية عليهم هم قبل غيرهم. يقف وقت الظهيرة وسط الزحام على بقايا عربة مهملة بين كتلة كبيرة من الثلج كما يقول موقع يمن مونيتور، والذي يضيف درس مادة الفيزياء في مدرسة سيف بن ذيازن في صنعاء. المعلم أحمد الذي حوله وضع البلاد إلى بائس ك21,000 معلم في عموم البلاد منذ ما يقارب العام، والمعلم اليمني وكل موظفي القطاع الحكومي بدون مرتبات عاجزين عن أداء مهمتهم ومضطرين للبحث عن وسيلة عيش أخرى، وقليلون هم من يحظون بفرصة عمل وإن كانت مهنة شاقة أو لا تتناسب ومجالهم. أحمد يبتدئ حديثه اليمن مونيتور من حيث أكبر هم يؤرقه قائلا: منذ انقطاع مرتبي لم أستطع دفع إيجار البيت ولا أمتلك مصدر دخل آخر غير هذا الذي تراه، أبيع الثلج لأوفر مصروفي الشخصي ليوم واحد وأشياء بسيطة من متطلبات البيت وأعود إلى البيت فارغ اليدين والجيب. وعن قدرته على مواصلة البقاء في هذه المدينة هذه الفترة وكيفية توفير متطلبات البيت تسمر نظر أحمد قليلا عند قطعة ثلج توشك على الانتهاء قائلا: صاحب البيت نهاية كل شهر يذكرني بأرقام الشهور التي مرت وبمبلغ الإيجار المتراكم في البداية بعت ذهب زوجتي قطعة قطعة، كنت أعتقد بأن الحرب من الممكن أن تنتهي هذا الشهر أو الذي بعده لأبدأ بعدها أستدين من صاحب البقالة، إلى أن امتنع بعد أن ارتفع المبلغ متسائلا بحسرة: ما الذي يمكنني فعله أو على من يمكننا أن نعول؟ في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم نطالعكم بهذه العناوين، أولها من عدن: مقتل شاب وإصابة آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهول بالمعلى. في أبين: قبيلة تنصب قطاعا قبليا للمطالبة بالإفراج عن ضابط محتجز لدى التحالف بعدن. ومن تعز: الحوثي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحوبان والجيش يدمر عربة للميليشيا قرب الأمن المركزي. عنوان آخر من العاصمة المؤقتة عدن: وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين في ساحة العروض بخور مكسر. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الحظر على مطار صنعاء يدخل عامه الثاني كما تقول صحيفة العرب الجديد، حيث أكمل مطار صنعاء الدولي عامه الأول من دون استقبال أي رحلات تجارية لنقل الركاب. ومع دخوله العام الثاني وتزايد الدعوات الدولية إلى إعادة فتح المنفذ الجوي الرئيسي في اليمن، يلقي التحالف العربي بالكرة في ملعب الأمم المتحدة بدعوتها إلى الإشراف على إدارة المطار والمساهمة في استئناف الرحلات مقابل رفع الحظر عنه. واستغل الحوثيون الذكرى الأولى لفرض التحالف الحظر على الرحلات في مطار صنعاء لعقد مؤتمرات صحفية وتوجيه رسائل إلى الأمم المتحدة تطالب بإعادة الرحلات، معلنين عن أرقام تقول إن أكثر من 10,000 يمني ماتوا جراء حاجتهم للرعاية الطبية في الخارج حيث لم يتمكنوا من السفر، وهو ما اعتمدت عليه منظمات دولية في بياناتها خلال اليومين الماضيين. الحكومة الشرعية على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي قال عبر تويتر: مشكلة مطار صنعاء تتمثل في إدارته من قبل ميليشيا في إشارة إلى الحوثيين، مضيفا أنه سيفتح في حال خرجوا من المطار وتم تسليم إدارته إلى الأمم.
المتحدة. اليمنيون أصبحوا مجبرين على الاختيار بين الحياة والموت وفقا لمنظمة أوكسفام، والتي أضافت بحسب صحيفة الخليج: الكارثة المفتعلة في اليمن تسببت في إجبار الناس على اتخاذ خيارات قاسية بين الحياة أو الموت. المنظمة صرحت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان اليمن أزمة الكوليرا الكارثية، بأن اليمنيين والذين باتوا بالفعل في نقطة حرجة بعد مضي أكثر من عامين من الحرب يضطرون اليوم لاختيارين: إما الحصول على علاج الكوليرا أو توفير الطعام لذويهم. وقال شين ستيف نوسن مدير مكتب أوكسفام في اليمن: إن كل يوم يمر يأتي بالمزيد من المعاناة على الشعب اليمني والذي أصبحت حياته لا تطاق، لقد خذلهم العالم بشكل مخزن. في الشأن العربي، اخترنا هذا المقال من جريدة الحياة بعنوان: تراجعت المطالبة برحيل الأسد فتراجع الإرهاب، للكاتب حسان حيدر، وجاء في المقال: وعلى مدى 6 سنوات ونصف من عمر الانتفاضة الشعبية في سوريا، استخدم نظام الأسد وحليفه الإيراني والروسي وسائل أدوات متنوعة في حربهم على الثورة والثوار وكل من تضامن معهم سياسيا أو دعم صمودهم عمليا، مستفيدين من سياسة أمريكية وغربية تتحاشى الانزلاق إلى تدخل مباشر أو واسع، وتعطي الأولوية لدرء الأخطار عن أراضيها ومصالحها، ومستغلين أيضا انقساما وتلكؤا عربيين انعكسا تذبذبا في المساعدات والإمدادات والمواقف. وكان الأنجح استخداما والأفضل نتائج بين وسائل الحلف الثلاثي سياسة الأرض المحروقة القائمة على استخدام العنف اللامحدود ضد مناطق انتشار المعارضين، بما يشمل البشرة والبناء والزرع والتنكيل الجماعي والاعتقالات العشوائية، ما أدى بالإضافة إلى الخسائر البشرية المروعة إلى موجة نزوح هائلة استخدمت بدورها للضغط على دول قريبة وبعيدة فأرهقتها. وترافق كل ذلك مع إطلاق تنظيمات وجماعات الإرهاب الإسلامي ومساعدتها على التوسع وتوفير السلاح والتمويل لها، سواء عبر الإفراج عن قادتها المعتقلين في سجون النظام أو عبر انسحاب قواته من أمامها في أكثر من منطقة، وخصوصا تلك الغنية بالنفط والموارد الزراعية، وتسهيل تسللها إلى مناطق المعارضين وتشجيعها على قتالهم وتشتيت قواهم. وتعود براعة الأسد في استخدام هذه الأدوات إلى أن ضباط جيشه أتقنوا التعامل بها لسنوات طويلة، بعدما تحولت الحرب ضد إسرائيل شعارا يتيح رفعه التفريغ للإطباق على الداخل وللحيلولة دون تطور أي تململ اجتماعي إلى حالة قابلة للانتشار. ومع مرور الوقت تمكن التحالف الممانع من تحييد الدول التي ساندت الثورة في بدايتها، مستغلا خبرته الطويلة في الابتزاز لا سيما في تعامله مع الدول الغربية التي يعرف أنها تغلب مصالحها الوطنية على المواقف المبدئية عندما يتعلق الأمر بأمنها، عبر زرع مجموعات إرهابية وسط اللاجئين الذين انتقلوا إليها من دول الجوار السوري. ترامب عنوان سجال لا ينتهي على تويتر كما تقول صحيفة القدس العربي، فهو على عنصريته ومبالغاته في التطرف صار محط أنظار العالم الذين يرون فيه أسوأ رئيس أمريكي في التاريخ. بعد أشهر فقط من وصوله إلى سدة الرئاسة، شغل دونالد ترامب القادم من عالم التلفزيون الواقع إلى السياسة العالم بأكمله بتصريحاته التي وصفت بالمسيئة. ويتفق الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي لا يتمتع بالكفاية والاتزان والصفات اللازمة لتسلم زمام منصبه، وهو ما استدعى جهات رسمية في أمريكا للدعوة إلى عزله، فيما نشرت تقارير من الأوساط الأمريكية حول الجاهزية لمرحلة استقالته أو عزل ترامب. وفيما تزداد الأخبار حول مصيره، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم هاشتاج عزل ترامب. وانتشر الهاشتاج بعد أن انتقد نشطاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدانته لأحداث العنف التي وقعت السبت الماضي في مدينة شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا. وظهر الهاشتاج في دول عدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والهند.
إلى موقع شبكة البي بي سي والذي عنوان إيقاف أجراس بيج بن يثير انتقادات والبرلمان البريطاني يعيد النظر. مجلس العموم البريطاني قال إنه سيبحث مجددا المدة الزمنية التي ستسكت خلالها أصوات أجراس ساعة بيج بن الشهيرة خلال عملية التجديد التي تخضع لها الساعة، وذلك بعد أن أثار خبر إيقاف الأجراس مخاوف في الشارع البريطاني. الجرس الشهير سيتوقف عن العمل بدءا من يوم الاثنين باستثناء المناسبات الخاصة ولمدة 4 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام إصلاح برج إليزابيث المحيط بالساعة. وبرر مجلس العموم إيقاف الأجراس بأنه يتعين عليه حماية العمال الذين يقومون بعملية التجديد، لكن رئيسة الوزراء تيريزا مي قالت إنه أمر غير جائز أن نتوقف عن سماع قرع الأجراس حتى عام 2021، مضيفة أنه يتوجب على رئيس مجلس النواب جون بيركاو إعادة النظر في المقترح عاجلاً. تقدمت أم بأغرب طلب للمحكمة في مدينة جدة السعودية كما أوردت صحيفة البيان في أحد أخبارها الأكثر قراءة، حيث طالبت بتمكينها من نبش قبر ابنها بعد مرور عام كامل على وفاته وإعادة دفنه في موقع آخر بمعرفتها. المرأة السعودية تقدمت للمحكمة بدعوى لاستخراج جثة ابنها المتوفي وذلك لدفنه في مكان آخر بمعرفتها بحجة أن حفيدتها وزوجها دفناه دون الرجوع إليها. من جانبها ردت ابنة المتوفي أن والدها ظل في ثلاجة الموتى بالمستشفى أسبوعا كاملا بسبب امتناع جدتها استلام الجثة حتى يحضر ابنها الآخر لرؤية والدها قبل دفنه. المستشفى قام بتكرار الاتصال بهم لضرورة استلام الجثمان ودفنه، وفي حال التأخير ستتولى إدارة المستشفى التنسيق مع البلدية لدفن الجثة. تابعت الابنة: رفضنا ذلك بالطبع وقمنا بدفن الوالد بمعرفتنا وفق الإجراءات المتبعة نظاما وقدمت صورة من تصريح دفن والدها. المحكمة ردت على طلب الأم بالرفض القاطع، حيث اعتبرته طلبا لا يقوله عاقل وليس له أي دليل في شرع ولا نظام، لا سيما أن من قام بدفن المتوفي كانت ابنته وزوجها، وأجازت الجهات المختصة لهما بذلك. صحيفة العرب الجديد قامت هذه المرة بنشر مجموعة صور للفيضانات التي شردت الملايين في نيبال والهند وبنغلاديش. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.